صباح الخير مشاهدي موقع تداول وشركة سي اف اي، اقدم ملخص جديد للاسواق المالية والعالمية. ابدا بمؤشر الدولار الذي الى اعلى مستوى تقريبا في 3 اسابيع، حيث تم رفع عائدات سندات الخزانة بسبب المخاوف من تاجيل خفض اسعار الفائدة. اذكر ان اليوم يبدا تصريح جيروم باول امام الكونغرس والتوقعات ان يستمر الى مدة 2 يوم، وطبعا ما زال المستثمرين قلقون بشان خفض الفائدة هذا الشهر، حيث ربما قد يتم خفضها ب 25 نقطة أساس وليس ب 50 نقطة أساس. لذلك اليورو يهبط في تداولاته على خلاف الدولار الذي يرتفع، يصل إلى مستويات الدعم 111.80، واليوم يتداول بين مستويات الدعم 112 ومستويات المقاومة 112.20. لليوم الرابع على التوالي للباوند، متأثرا طبعا بارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة. هناك حالة من عدم اليقين للمشهد السياسي في بريطانيا وسط ترقب من سيتولى مكان رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماي. على أثره الباوند يتماسك، ولكنه يتداول قرب من مستويات 124.40 بين المقاومة 124.80 والدعم 124.30. بعد انخفاض المخزونات الأمريكية ارتفعت أسعار النفط، وهذا قلص من المخاوف من أنه قد يكون هناك فائض للمعروض. طبعا هناك مخاوف من ضعف الطلب العالمي. اليوم نترقب القراءة الرسمية للمخزونات الأمريكية، ولكن السؤال، هل تستمر التوترات الجيوسياسية بدفع أسعار النفط إلى ارتفاع؟ أسعار الذهب تتراجع وتترقب تصريحات جيروم باول لبحث عن أدلة حول أسعار الفائدة. يتداول بالقرب من مستويات 1400 كمقاومة وال 1386 دولار للأونصة كدعم. الأجندة الاقتصادية، نترقب الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا، ترقب في الجلسة الأمريكية عند 5:30 المخزونات الأمريكية، وطبعا عند 5 تصريح باول، وأيضا هناك عند 9:00 محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. كان معكم ريم أبو الحسن، إلى اللقاء.